السلام عليكم، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. رمضان مبارك كريم. كنتمنى تكونوا دوزتوا الايام الاولى كلها مزيانه. اليوم ان شاء الله غادي نوجد معكم رايب منزلي او ياغورت اللي كيجي اكثر من رائع وناجح 100% بالنسبه للسحور. ها نتوما شوفوا راه كيجي زوين بزاف، وبالنسبه للمقادير راه ساهلين. كنتمنى تتابعوا الفيديو الى الاخير باش تعرفوا على المقادير وطريقه التحضير، فرجه ممتعه. وبالنسبه للمكونات كيف ما كتشوفوا عندي هنايا اطر ديال الحليب مقسمهم. غادي ناخذ نص طر ديال الحليب، غادي نديرو حتى يغلى، وغادي نضيف عليه 3 ديال المكعبات ديال السكر. بالنسبه للحلاوه نتوما اللي كتحكموا فيها، تقدروا تزيدوها وتقدروا تنقصوها. وبين ما يغلى نص طر ديال الحليب الاولاني، غادي ناخذ نص طر ديال الحليب الاخر، وغادي نضيف عليه جوج دانونات ديال الفاني. غير جربوه، راه كيجي زوين بزاف، حسن كاع من ديال الزنقه. وغادي نضيف ساشي فاني، وغادي نخلط المكونات مزيان مع بعضياتهم. ومن بعد ما غلى السطر ديال الحليب، غادي نكبو على السطر الاخر، وغادي نبقى نكبو غير من جنب وانا كنحرك في نفس الوقت. ها انتما كيف ما كتشوفوا بحال هكا. وغادي نكبو في كؤوس ديال التقديم مباشره، وغادي نرجع لكم من بعد. وها انتما من بعد ما كبيتهم في الكيسان ديالي، غادي ناخذ كوكوت ولا تقدروا تاخذوا اناء، مهم اي حاجه اللي غارقه تقدروا توضعوا فيها الكيسان وتغطيوها من بعد. وغادي نكب الماء يكون سخون، بالنسبه للماء يكون واصل غير نص ديال الكيسان، ما يكونش عامر بزاف. بالنسبه للكميه انا راه خرجوا لي 5 ديال الكيسان، ولكن هذوك الكيسان كبارين، تقدروا ديرهم في كويسات صغار غادي يخرجوا لكم بزاف، ولا زليفات تقدروا تقدموهم في اي حاجه بغيتوا. وهنايا غادي نوضعهم كيف ما كتشوفوا. من بعد ما وضعت الكيسان ديالي بخمسة، غادي نغطيها وغادي نتقلها مازال، وغادي نديرها في شي بلاصه اللي ما تكونش بارده بزاف وما تكونش سخونه بزاف، وغادي نخليها المده ديال من 6 السوايع حتى ل 7 السوايع. عاد ديك الساعه غادي تهزوهم وديرهم في الثلاجه وتقدروا تاكلوهم. ونرجع لكم ان شاء الله مع الشكل النهائي ديالهم. وهنا رجعت لكم مع الشكل النهائي ديال الريب ديالي. هانتوما شوفوا، بالنسبه للتقديم هنايا النص خليته عادي والنص الاخر درت فيه السيرو. صراحه كيجي زوين بزاف، غير جربوه ما غاديش تندموا عليه، وغادي ينجح معكم 100%. وبالنسبه للمقادير شفتوهم راه ساهلين بزاف. هانتوما شوفوا، صراحه كيجي زوين بزاف. وكنتمنى الوصفه ديال اليوم تنال اعجابكم، ورمضان مبارك كريم.